الاستاذ ثروت. شكرا منى ومحمد، واهلا بكم مشاهدينا في جوله جديده من اخبار الرياضه وتشاهدون فيها. تاهل المصريين الشربجي وعبد الجواد للدور الثاني من بطوله بريطانيا للاسكواش. حجز المصري محمد الشربجي المصنف الأول عالميا مكانه في الدور الثاني من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش. الفرعون المصري احتاج ل 42 دقيقة ليتخطى عقبة السويسري نيكولاس مولر بثلاثة أشواط دون رد. وصعد المصري كريم عبد الجواد للدور التالي بفوزه على مواطنه عمر مسعود بثلاثة أشواط للشوط. كما تأهل الكولومبي ماغويل رودريغيز بهزيمته اليوناني رافائيل كاندرا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. وللدور نفسه صعد الهندي سوراف غوسال بفضل تفوقه على الفرنسي ماثيو كاستانيت بثلاثة أشواط لشوط. وفي فئة السيدات تأهلت الإنجليزية لورا ماسارو للدور الثاني بتغلبها على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط نظيفة. أعلنت الحكومة الفرنسية رفع مستوى الاستعداد الأمني لتأمين بطولة يورو 2016 تحسبا لأي أعمال إرهابية. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف إنه سيبذل كل ما يمكن لضمان أمن فرنسا خلال كأس أمم أوروبا المقرر أن تستضيفها ما بين 10 يونيو إلى 10 يوليو العام الحالي. وتأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجمات الإرهابية التي هزت أرجاء العاصمة البلجيكية بروكسل وراح ضحيتها العديد من القتلى والمصابين. أسقط تشارلوت هورتس مضيف بروكلين نيتس ب 105 نقاط مقابل 100 نقطة في دوري السلة الأمريكي NBA. الضيوف تقدموا بقوة في الربع الأول ب 25 نقطة مقابل 14 نقطة، ثم رد بروكلين بإحراز 22 نقطة ل 21 في الربع الثاني. وفي الربع الثالث واصل أصحاب الأرض تفوقهم ب 28 نقطة ل 21 قبل أن ينتصر تشارلوت في الدقائق الأخيرة ويقتنص الفوز بالموقعة بفارق 5 نقاط. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الرياضية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود للزملاء لاستكمال ما تبقى من أخبار. لم يتبقى لنا إلا التذكرة بأبرز العناوين. اعتقال أحد المشتبه فيهم بعد تحديد هوية منفذي تفجيرة بروكسل وبينهم شقيقان. الجيش السوري يقترب من استعادة مدينة تدمر من قبضة داعش. الحوثيون يعيدون حصار تعز بعد السيطرة على المنفذ الغربي الجنوبي للمدينة. انتهت نشرة الأخبار من قناة الغد العربي، شكرا على حسن المتابعة.